ينضم إلينا من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. صباح الخير رائد. يعني هذه البيانات التي جاءت بأفضل من التوقع في مؤشر أسعار المستهلكين تجعلني أتساءل هل ربما بالغنا في أن قضية هذا التضخم هو تضخم عنيد، بالتالي تراجع بأكثر من المتوقع، تراجع إلى 7.1%، التوقعات كانت تقول 7.3%. يعني أستاذ فهد، احنا ننظر إلى هذه الأرقام على أنه هي تأخرت لحتى تأتي، يعني كان عندنا فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة ورفعات أسعار فائدة كبيرة تاريخيا، يعني 75 نقطة أساس لأربع مرات على التوالي يضيفها الفيدرالي الأمريكي، بالتالي تأخر يعني الإجابة الأدق على السؤال، خلينا نقول أنه الفيدرالي تأخر في الاستكشاف اكتشاف انه التضخم يخرج عن السيطره ويحتاج الى تشديد كبير في السياسه النقديه وخطوات سريعه في الوقت الذي كان يذكر انه مؤقت فقط، اصبح يعني واضحا للعلان انه تضخم مرتفع بتاثير طويل الامد. بالتالي القراءه التي صدرت يوم امس تعطي اريحيه للفيدرالي الامريكي ان يكون هناك رتم أبطأ لعملية تشديد السياسة النقدية، ولكن لا يلغي أبدا أنه لا يزال السقف أو القمة الخاصة بأسعار الفائدة ستكون مرتفعة بعض الشيء وستؤدي إلى الضغط على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم ككل. يعني هو الأسواق حاليا تتوقع أن تكون ذروة التضخم عند تقريبا 4.9% بحسب عقود السوابس رائد. يعني طيب هذا يعني واضح أنه الارتياح لم يكن فقط حتى للفيدرالي، الأسواق كانت مرتاحة يوم أمس، شاهدنا الارتفاعات على المؤشرات الأمريكية، اليوم أيضا الارتفاعات في الأسواق الآسيوية. هل هذه الارتفاعات والمكاسب مرشحة للاستمرار حتى نهاية العام؟ كم ستكون النسبة تقريبا؟ يعني بلا شك راح يكون في عندنا تنفس سعداء بالنسبه لاسواق الاسهم اجمالا، لانه نحن عم نتحدث على وتيره اقل من تشديد السياسه النقديه، اي يعني نوعا ما الابقاء على او عدم تسريع رفع الكلفه بالنسبه لكلفه الاستدانه والديون بالنسبه للشركات والافراد اجمالا، وذلك سيخدم بلا شك انه زياده الاسواق الاسهم اجمالا في حتى مطلع العام. ولكن إذا حللنا شهية المخاطرة في الفترة الماضية وأيضا قيمنا ويعني مع مراقبة قلق الركود الاقتصادي الذي يصيب العديد من البلدان والاقتصادات في العالم ومن المتوقع أن يضرب بقوة في العام القادم، أعتقد راح يكون في عنا ميل يعني إلى قبول أقل للمخاطرة من قبل المستثمرين. ممكن ما يكون في عندي قمم جديدة بالنسبة للداو جونز مرة أخرى أنه يتجاوز عندي مستويات أو يقترب من 38 ألف مرة ثانية، ولكن بلا شك راح نشوف الداو جونز يناور فوق مستويات 36 ألف، ممكن يحقق هذا الأمر مع نهاية التعاملات العام إذا فعلا الفيدرالي قرر أنه سيخفف وتيرة رفع أسعار الفائدة، وذكر باجتماعه اليوم جيروم باول أنه راح يكون في عندنا رفعة واحدة كل ربع سنة في العام القادم، هذا سوف يعطي زخم كبير ومومنتوم مثل للأسواق، لأنه السيولة ستكون متواجدة بشكل أكبر. يعني ممكن التوقعات شبه محسومة رائد، أنه الزيادة حتكون بنصف نقطة أساس في الاجتماع في قرار اليوم، لكن لو تحدثنا عن ربما ما سيكشف عنها الفيدرالي بخصوص الدوت بلوت وتوقعاته لمسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، أنت ما هي أبرز التغييرات التي تتوقع أن يقوم فيها الفيدرالي في هذه المراجعة للمخطط؟ يعني الفيدرالي برفعة الخمسين نقطة سيكون بلا شك خرق المخطط السابق الذي كان من المتوقع أن يكون في عنا يعني رفع أسعار الفائدة إلى مستويات 4.25% بنهاية تعاملات هذا العام، الآن سوف ينهي العام فوق مستويات 4.75، بالتالي ذلك يعطي المجال أنه الفيدرالي ممكن يتجه إلى
القيام برفعات أقل وحجما وأقل تكرارا في العام القادم، بدلا من أنه يكون في عنا يعني في كل شهر رفع لأسعار الفائدة. ولكن في نقطة مهمة، إذا نظرنا إلى البيانات الاقتصادية التي كان يستند عليها الفيدرالي الأمريكي في قراراته، ولا يزال يؤكد على هذا الأمر جانبا إلى التضخم أو إلى جانب التضخم، كان في عنا مجموعة من القراءات الأخرى التي ينظر إليها، وهي الماكرو إيكونوميك والمرتبطة بمبيعات التجزئة ومبيعات بشكل عام والسوق المنازل. أعتقد هذه القراءات بدأت تظهر تراجعا يخشى الفيدرالي الأمريكي أن يصل إلى مستويات الركود، بالتالي ذلك يزيد من احتمالية أنه يكتفي فقط بأربع رفعات، كل رفع 50 نقطة أساس العام القادم، وبالتالي سوف يكون حقق رفعة كبيرة لأسعار الفائدة. وأعتقد هذا يعتبر مبالغ، ممكن حتى يكتفي فقط برفعتين وينهي وتيرة التشديد أو رفع أسعار الفائدة بمنتصف العام القادم قريبا من مستويات 5.5 إلى 5.75%. أعتقد هذه هي المستويات المناسبة لأسعار الفائدة التي يمكن من خلالها تحقيق رجوع التضخم إلى مستويات أدنى من 5%، ويعني 4.5 تقريبا إلى 4%، وأيضا دون وتحول دون الوصول إلى مستويات الركود الاقتصادي أو التأثير على النمو في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تحقق فعليا نتيجة وجود الطفرة. يعني كان الاقتصاد الأمريكي يؤدي أداء حسنا بمقارنة مع اقتصادات أخرى تعاني وتحت ضغط كبير من الأزمة الأوكرانية الروسية، من أزمة الطاقة، من الكورونا كيسز زيرو كيسز. العديد من الاقتصادات حول العالم كانت تعاني في الوقت الذي كان يؤدي فيه الاقتصاد الأمريكي أداء ممتاز جدا على كافة الأصعدة. طيب رائد، يعني لو تحدثنا عن المعنويات، معنويات المستثمرين، هو واضح أنه يعني هناك معنويات جيدة حتى الآن. اليوم لو طبعا صدقت التوقعات وأقر الفيدرالي برفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس، كيف سينعكس هذا على المعنويات؟ هل نتوقع يعني زخم إضافي للمعنويات المستثمرين هنا؟ يعني حسب أداة CME لمراقبة الفيدرالي، الاحتمالية الآن أصبحت تفوق تقريبا 75% أنه رفعت أسعار 80% بعد بيانات التضخم أن يكون رفعت أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس وليس 75 نقطة أساس، وذلك ترجمته الأسواق وستترجمه بشكل أكبر من خلال يعني أداء أكثر إيجابية في أسواق الأسهم، مزيد من التراجع على أداء الدولار الأمريكي. مؤشر الدولار الأمريكي يناور عند مستويات 105، ومع تأكيدات من جيروم باول اليوم ممكن نشوفه عند 101 وتحت 100 كمان خلال ما تبقى من تعاملات هذا العام، إذا كان الضغط كبير من قبل جيروم باول في تصريحاته على أنه تم تحقيق المستهدف وبدأ التضخم فعليا يتجاوب، ولا حاجة لسياسة متشددة مفرطة من قبل الفيدرالي، ويجب البحث عن سقف. مجرد ما بدأنا نتحدث عن سقف للأسعار الفائدة وسقف لتشديد السياسة النقدية، إذن بدأنا بالمسار الهابط في السياسة النقدية، ويجب يعني مراعاة أنه رح يكون في عندي ارتفاعات في أسواق الأسهم، تراجعات في أداء الدولار الأمريكي، وهذا لا يعني أبدا يعني قوة أو في الأصول الأخرى، وإنما فقط الدولار الأمريكي يعود إلى التمركز مرة أخرى بمستويات أدنى من المستويات الحالية. أعتقد سوف يكون هناك تأثير مباشر حاد، ولكن يرافقه تقلب كبير مع المؤتمر الصحفي الذي يلي إعلانات أسعار الفائدة بنصف ساعة. يعني رائد، أنت تتوقع أنه استمرار التراجعات اللي نشوفها حاليا على الدولار، اللي وصلت تقريبا يعني على مؤشر بلومبرج للدولار لأدنى مستوى من يونيو تقريبا، تتوقع أنه بعد القرار أن يستمر هذا التراجع على الدولار؟ نعم، لأنه المسار أصبح أكثر وضوحاً بالنسبة للمستثمرين، والفيدرالي بتأكيده بقيامه برفع الفائدة 50 نقطة أساس وتأكيدات إضافية من جيروم باول أن ما يريده الفيدرالي تم تحقيقه وسوف يتجه إلى زيادات أقل فقط للحفاظ على التضخم بالمسار الهابط ولمراعاة أن لا يكون هناك ضغط كبير على النمو الاقتصادي. إذا تحقق هذا الكلام فأعتقد سوف يكون هناك وضوح أكبر
لسياسة الفيدرالي، والمستثمرين سيترجمون هذا الأمر على بيع في الدولار الأمريكي. ممكن نشوف ارتفاعات مؤقتة نتيجة التقلب الذي قد يحدث في الأسواق، ارتفاعات مؤقتة على أسعار الذهب، توصلنا إلى مستويات فوق 1840 دولار للأونصة نتيجة الخبر المهم. ولكن إجمالا يعني أتوقع أن أسواق الأسهم سوف تكون تحقق مكاسب أكبر قبل تعاملات نهاية العام، خصوصا أنه لازم نتحدث أنه بنهاية العام راح يكون في عملية خروج، عمليات جني أرباح وما إلى ذلك، ويعني للتأكيد على أنه السياسة النقدية من قبل الفيدرالي أصبحت أكثر وضوحا. أنا أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك رائد.